لا مرات تصلكم بخمول، سواء خمول جوبه يتغير او تعبان او مشكله الى اخره، ما يتضح ما شيء واضح، لكن في خمول مقاتله بالعاده. نفس الوقت الخمول ادى الى محاوله حرنه او كذا، ما صار ما راح يحرن بس يمكن شوي حتى ما يمكن، بس يفتر فتره اكثر من اللازم. لابد صحي كمواكبه تنام واكب نوم نفس الثقل نفس السخافه خلينا نقول بيصحصح. نفس الوقت ما تدري اصلا انت ليش كان خام وما تقدر تتعب مره. في الحاله هذه لابد تواكب صحي، بس من يوم يصحصح قلل مثابه الهدم. بمعنى افرض انك تهدم كيلو وين كمثال او كيلو كذا سوا واحده، عاده تهدمها ومزاج يصير وصل مره حار ومره حار. صدف انه مره هذه واكبته صحصحته مره، ما ادري هل هدوءه كان طبيعي او كان في تعب او شيء. فمجرد نص المسافه هدمته وطقس الصحصحه اللي تبغاها صدف. فلا تستمر تهدم بدون ما تواكب، تاخر بشغلك. نفس الوقت لا تستمر تهدم نفس المسافه وانت مصحصح حصان مره وما ادري ليش اصلا كان خامل. ما يمنع اني اجي بين ثنتين، ما اوقف مواكبتي للحصان، ما اوقف تصحيحتي للحصان، بس ما يمنع اني اوقف في نص المسافه واكمل باقي مسار او خبط، لاني اعرف هل هو مجرد خمول، هل هو تعب، هل هو مشكله الى اخره. فكره ان الحصان احس انه تعبان او احس انه خامل، فاغير شغلي كله من المواكب خاص من المصحي بخليه على راحته، مو فقط خطا بيخرب لك الحصان كطبع وتدريب وغيره، بل انك كيف تقدر اصلا؟ كيف تستطيع تركب خطا او تكلف او ما تواكب انك تعتقد ان الحصان تعبان؟ اذا تستطيع تتكلف وقت العشف، تستطيع تتكلف لا شعوريا وقت الخوف والجفله وغيره، فاذا كنت لا شعوريا تستطيع التوقف عن مواكبه الثلاث، فانت اصلا ما تواكب الثلاث بشكل صحيح. مواكبه الثلاث عباره عن شيء لا شعوري تسويه بدون ما تفكر، لا تستطيع القضاء عليه اصلا. فمن ضمن انواع مواكبه الثلاث الحصان لما ينام بالثلاث زياده تواكبه في الثلاث زياده فيصحصح بدون ما تتعب. اذا كان نايم او خامل وصحصحته وما انت ضامن بالفعل ليش اصلا كان خامل او كان نايم، ما يمنعني اوقف نص المسافه بدون ما اكمل المسافه كامله. احسن من اني احاول اني ما اواكب صح او اتكلف عشان يقال لك اني قاعد احمي الحصان او قاعد اعرف ليش خمل او ليش تعب.